فالواجب على علماء المسلمين الذين يوجد في عوامهم من يذهب إلى القبور يدعو أصحابها، الواجب على علماء المسلمين أن يبينوا لهم أن هذا الشرك، وأن هذا الشرك لا تقبل معه عبادة، لا صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا حج، حتى يخلص الإنسان لله وحده. لو أن رجلا أتى للمسجد النبوي وقد أصابته فاقة، أتعرف الفاقة ما هي؟ ما الفاقة؟ الفقر. وجاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرج عنه هذه الفاقة، ماذا يكون؟ عجيب يا جماعة، يكون مشركا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى ذلك، لا يرضى أن أحد يأتي إلى قبره يقول يا رسول الله أنقذني من هذه الفاقة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، قرن مشيئة الرسول بمشيئة الله بحرف يقتضي التسوية. ما شاء الله وشئت، ماذا قال له الرسول؟ نعم، قال أجعلتني لله ندا؟ وهذا الاستفهام استفهام إنكار. أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. إذن أيها الإخوة، بمن نعلق الرجاء؟ بالله. على من نتوكل؟ من نعلق به رجاءنا في دفع ما يضرنا؟ الله. قال الله تبارك وتعالى قل من بيده ملكوت السماوات والأرض، وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك، والآيات في هذا كثيرة، أن الأمر أمر الله. فيا أخي، يا أخي المسلم، يا أخي المؤمن، يا أخي العاقل، كيف تدعو رجلا بالأمس كان مثلك، يأكل كما تأكل ويشرب كما تشرب ويجوع كما تجوع ويمرض كما يمرض، وهو إذا مرض يذهب إلى الطبيب يقول عالجني، أليس كذلك؟ كيف تأتي الآن بعد أن كان جثة تأتي وتدعوه؟ أهذا من العقل؟ أهذا من العقل يا أخوان؟ أهذا من العقل؟ لا. فضلا عن أن يكون من الإيمان. ولذلك